60 دقيقة كرة، حصة رياضية نسلط فيها الضوء على البطولة الجزائرية والمنتخب الوطني، كما سنتطرق فيها للحديث عن محترفينا. الساعة تشير إلى 8 مساء، القبطان جمال الدين بالماضي يعلن عن انطلاق سفينة الخضر من مرثأ مصطفى تشاكر بالبليدة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في عدد جديد من حصة 60 دقيقة كرة. جدي ترحيبي بمحلل القناة أمين دريس. أهلا بك يا مصطفى، ونرحب بجمهورنا الرياضي. عبك رانا نشوف احنا المشكل تاعنا الفرق تاع القسم الثاني أو الأول، عنده دين هذا الموسم أوليو يسي ينقص الدين، هذه ينقص له نقص. احنا نجد نشوف الموسم اللي وراه يزيد يتراكم الدين. إما موجودة، النجوم موجودين كما قال زميل إسماعيل، بالماضي موجود 27 مباراة دون خسارة، خرج لنا مشكل تاع الملعب. يجي يقول لك نجيش بإيكيب أنا، قال هاد الماء هاد الكاس غدوة رجحوا لكم، أنا يا نرجعوا ذهب ولا نرجعوا بيدون، وانت ما تقدرش من الهي ما تقدرش تحرك. انت اليوم ما راكش في موقع قوة باش تحدث وباش تحكي على مشروع، تقول بلي مشروع، نعم. وتحدى الإدارة هذه. حسب الأخبار اللي عندنا راهم يقولوا بلي حيديروا اجتماع رؤساء الأندية باش يطالبوا الرابطة باش يزيدوا لهم عدد اللاعبين فوق 30 سنة. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية عدد اليوم، انتظرونا في عددنا القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 60 دقيقة كرة تأتيكم كل يوم أحد وأربعاء في الأوقات التالية.